بن حمدان بن راشد المكتوم يتقدم على أول المنطلقين وأول الباحثين عن ناموس في مستوى هذا الشوط. المضمر سعيد بن عبيد الحميري هو من يتواجد معها في المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا من تتقدم في هذه اللحظات عالية لسمو شيخ ضياء نهيان، لسمو شيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان هو من يحتل ثاني المراكز بقيادة المضمر الصادق فضل الأمين الذي حقق في هذا المساء مع نقاطنا المميزة، وحيث سجل نقطتين في سجل المساء حتى هذه اللحظات. المركز الثالث ننتقل مباشرة إلى قماري من تحتل المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ويأتي في عملية التضمير علي بن أحمد الحاج هو من يتولى عملية التضمير والتدريب. النقلة إلى المركز الرابع، هذه سرابة لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم، ويأتي في التضمير سعيد بن سالم الينيبي هنا من يقدم أبو خليفة لنا هذه الأسماء في مشاركات المساء وفي مشاركات التحدي في مساء الليلة. ننتقل إلى المركز الخامس أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، وفي المركز الخامس وصلت مياسة لسمو شيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يأتي في عملية تضمير عتيج بن علي بن خفية هو المضمر والمتابع. أما المركز السادس تصل من خلال وهم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم هو من يتواجد هنا في هذه اللحظات، بينما في التضمير سيف بن خلفان الغويص هو من يتواجد في عملية التضمير والتدريب. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام لأسمانا المنطلقة وهذه المسيرة المخصصة للمحليات الأصائل. أعود إلى البداية إذن مشاهدينا الكرام وإلى مقدمة الشوط والمسار في مسار هذه الانطلاقات. عودة إلى البداية ولا زال التنافس ثنائي على ميدان المرموم وعلى أرضية هذا الميدان بالتنافس عالية. الآن تتقدم لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان على طليعة المقدمة، وحيث تسيطر على الناموس والبداية وبقيادة المضمر الصادق فضل الأمين بانطلاقته وتحديه في هذا المساء. مشوار المنافسة المسائية بلا شك مؤكدا بوجود هذا الشعار في منافساته وتحدياته دائما في كل المشاركات. بينما المركز الثاني تتواجد قماري على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يأتي في عملية تضميرها وتدريبها هنا علي بن أحمد الحاج هو في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثالث وصلت الآن سرابة في هذا الموقع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقدم لنا سرابة هنا المضمر سعيد بن سالم الينيبي من يقدم هذه الأسماء ويقدم مشاركات أكيد الفعالة في منافسات كثيرة ومناسبات عديدة. بينما مشاهدين الأعزاء المركز الرابع تتواجد مياسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويأتي المضمر سعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير والتدريب. هذه على المركز الرابع. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى المركز الخامس وخامس المراكز اللي تواجدت فيه من خلال هذا التحدي. المركز الخامس مياسة لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، عملية تضميرها وتدريبها. يأتي هنا عتيج بن علي بن خفية في عملية التضمير. المركز السادس وصلت وهم لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم، وعملية التضمير والتدريب إلى المضمر سيف بن خلفان الغويص. هذه النتائج حتى هذه اللحظات من خلال الست المشاركات في انطلاقة هذا الشوط وهذه المنافسة السعيدة.
عودة إلى البداية مشاهدينا الأعزاء، وعودة إلى تحدي هذه الانطلاقة والمركز الأول. لا زالت عالية هي من تسير إلى العلو وإلى تطلع الآفاق العالية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان على المركز الأول، مقدما وحاضرا في هذه المنافسة القوية بقيادة الصادق فضل الأمين. هي عالية من تسير إلى علو الناموس والكعب العالي. ننتقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني قماري تتواجد على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وسري يساري مع قماري المضمر علي بن احمد الحاج هو من يتولى عمليه التضمير والتدريب، بينما المركز الثالث هنا سرابه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وياتي المضمر سعيد بن سالم الينيبي هو من يتولى عمليه التضمير والتدريب في هذه الانطلاقه. اما المركز الرابع هذه مياسه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم من خلال الانطلاق والتواجد، ياتي المضمر سعيد بن عبيد الحميري ليقدم لنا مياسه في طلعات المساء في لقاء في هذا المساء. لكن هناك تقدمت مياسة الأخرى لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم، وياتي المضمر عتيجة بن علي بن خفية الاكتبي هو من يتابع ويمارس معها عملية التضمير والتدريب. أما المركز هناك السادس تتواجد وهم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم المضمر المتابع سيف بن خلفان الغويص هو من يتواجد في عملية التضمير والتدريب. إذا نعود من جديد مشاهدينا الكرام، هذه الست المراكز اللي تواجدت معنا في مسار هذا الشوط. لا زالت الأمور مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات مع البعض البعض من الأبكار، إلا أن الثنتين الأوليات بفارق بسيط تتقدم عالية عالية في المركز الأول. اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان لا زالت على مقدمة الشوط، تحمل تطلعات أكيد عالية. والنقطة الثالثة اللي من خلالها تود أن تحصدها في هذا المساء لمالك هذا الشعار، المركز الثاني هناك قماري لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ياتي علي بن احمد الحاج في عملية التضمير والتدريب. مشاهدينا الاعزاء هناك في المركز الثالث نشوف الواصلة سرابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، لكن وصلت وغيرت الآن، غيرت وهم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم، وياتي المضمر سيف بن خلفان الغويص هنا يتقدم بمنصور ليقدم لنا وهم لتحتل المركز الثالث. المركز الرابع سرابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، بينما في عملية تضمير سرابة ياتي سعيد بن سالم الينيبي هنا أبو خليفة من يقدم لنا سرابة تحتل هذا الموقع. والمركز الخامس مياسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن عبيد الحميري، ومياسة الأخرى في المركز السادس لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم المضمر عتيج بن علي بن خفية هو من يتولى عملية التدريب ويتولى عملية التضمير في هذه المؤسسة وفي هذا الشعار. لكن نعود إلى البداية ونعود إلى المراكز الأولية مشاهدينا الأعزاء، نسير إلى لائحة الـ1200، لائحة إعلان المعهودة والمعروفة في المرموم، 1200 على خط النهاية، ولا زالت عالية لا زالت عالية ترقص طرب ترقص هناك في المكان العالي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. هي الآن المسيطرة الصادق فضل الأمين في قيادتها للناموس ولتحقيق الانتصار. المركز الثاني تتواجد من خلال قماري لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وكذلك علي بن أحمد الصديق الحاج هو من يتولى
عملية التضمير. يلا بنشوف، روح يا زول، روح يا ابو احمد، بنشوف ماذا يقدم لنا من براعة في هذا المساء. يلا علي الحاج السوداني وكذلك الصادق فضل الامين، يلا 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 نشوف التنافس، وين التنافس والتحدي مع هذه الشعارات. لكن المركز الاول لا زالت عالية، لا زالت عالية، من تفرض نفسه في السيطرة الكاملة، في السيطرة المعهودة، في السيطرة المعروفة لتضيف النقطة الثالثة في هذا المساء لهذا الشعار لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. أكيد بلا شك مع تحقيق انتصار مميز وانتصار جميل يحمل لنا هذا الشعار العناوي، هذا الشعار المميز الذي يسير دائما في ركبة المقدمة وفي ركبة التحدي في كل المشاركات. ما شاء الله مع المحليات الأصايل هنا في هذا الشكل الفنان وفي هذا الشكل الرائع والأداء المميز اللي قدمته عالية، اللي قدمته عالية السلالة الشاهينية اللي تفرض نفسها أكيد في ميادين السباق دائما وأبدا بدون أي تعليمات. تصل مشاهدين الأعزاء عالية في المركز الأول، تانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان على هذا الفوز والانتصار، والتانية للصادق فضل الأمين. المركز الثاني هناك قماري لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي الحاج السوداني. المركز الثالث تاتي وهم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم. المركز الرابع سرابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ومياسة في المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. مياسة في المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء. توقيت الزمني أمامكم على شاشة التلفزيون في هذه الانطلاقة وهذا التنافس والتحدي الجميل. 13 ثانية أو 13 دقيقة 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، والتانية بلا شك المضمر الصادق فضل الأمين حيث سجل النقطة الثانية في الثالثة في هذا المساء. 13 دقيقة 7 ثواني 6 أجزاء من الثانية هو توقيت قماري لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. تانينا والناموس على الفوز والانتصار. اما مشاهدينا الاعزاء المركز الثالث على هذا الفوز والانتصار، وشكرا علي الحاج على هذا التضمير. اما المركز الثالث كان من نصيب مشاهدي الاعزاء وهم، قطعت من الوسط 13 دقيقه 14 ثانيه 9 اجزاء من الثانيه. تانينا والناموس لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم وللمضمر سيف بن خلفان الغويس. التواصل إذن يستمر مشاهدينا الكرام، هنا تواصل أشواط المساء.